بقول لك ايه؟ طيب ما تشغلنيش، ما تجيب اخرك بدل ما انت رايح جاي في الكلام. على ايدي على ايدي يابا، انا جالك في مصلحتك وربنا. مصلحتي ما فيهاش يا طيب، المصلحه بيني وبين معلمك بقت عامله زي المقص، الفرده اللي تروح في ناحيه تزق الثانيه عكسها، واللي اتحط في نص يتشق نصين. انت صح، بس الكلام ده لو انا جاي اوفق على الطلاق. انت فاهمني غلط يا جدع. بص يا ابن النصريه، انا فكرت مع معلمي من ياما، وشفت ليله زي اللي انت عاملها مع فؤاد يجي الف ليله وليله زيها، وفي كل مره تمامها بيبقى رابط صاحبها. وبعتك بقى تبخ البقين دول عشان اترعش انا، مش كده؟ يا جدع على الطلاق المعلم هيعرف اني جاي لك. وبعدين انا مش جاي طيب بينك ولا مؤاخذه، انا جاي اقول لك تبت يابا زي ما انت في مكانك. انت صح. بقول لك ايه، ما تجيب الخلاصه، عايز ايه؟ يابا انا جاي لك في النهايه، انت اللي مش عايز تسمع الطيب. بص يا بوخه، في الكار بتاعنا ده اللي بيحط ايده على حاجه خلاص فينيش بتبقى بتاعته، وهو ده اللي مش عوض المعلم منك ومجننه. وهقولها لك تاني يابا، زي ما انت اوعى تتحرك واوعى تديله حاجه. واذا كان على الواد صلاح صح. لا فكك من صلاح، الواد صلاح ذكر ويستحمل، والمعلم بتاعك مش عارف يعمل اي حاجه طول ما البضاعه تحت ايدي. صح. انت بقى طيب هتستفيد ايه غير خسارتك لمعلمك؟ عشره ونسب. عشره ونسب؟ امال انت مفكر ايه؟ ده المؤاخذه البت ميسه دي مش لحمي ودمي، على الطلاق مرضى بنقطه دم واحده بس، تنزل من اهلي وناس يا جدع. ماشي، طالما حلفت بالطلاق مصدقك، بس حط في دماغك طيب ان انت اللي رميت نفسك في سكتي، ما تخليش بقى شيطانك يوسك عشان ما ترجعش تزعل مني. طب شغل مروح قلبك من ناحيتي شويه يا بوخه، وعلى الطلاق بكره الايام تعرفك مين هو حمد الطيب. طيب.